خلي بالك من نفسك بالذات اليومين دول، وانا بجد بجد اسفه على كل حاجه. مي انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه؟ كل ده عشان خاطر محمد؟ في مليون سبب تاني غير محمد يا ياسر، من فضلك ما تكلمنيش تاني وخلي بالك من نفسك. كتير انا نفسي اقوله ومش كفايه اللي يقوله، كلام كتير انا نفسي مش كفاية للبطولة. قلبي يحكي عن غرامه لو عينيك يسمحولو، قلبي يحكي عن غرامه لو عينيك يسمحولو. بس خوفي يقولي لسه لو تسمح اسمحيلي تاني فرصة.